الو يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وصلنا لجزء مهم جدا جدا وفي نفس الوقت سهل جدا جدا، بس لو ركزنا فيه هيبقى فله. البرفكت سوري الباسيف، عقدة الناس كلها. الباسيف المبني المجهول. دلوقتي احنا هناخده مع البريزنت والفيوتشر والانفينيتيف. الانفينيتيف ده شويه حاجات كده انا هشرحها لكم دلوقتي، ما تضايقوش نفسكم. انا قسمته لكم وبسطته جدا جدا جدا. اول جزء معانا بريزنت سامبل، يعني المبني المجهول مع المضارع البسيط. تاني جزء البريزنت كونتينيوس مع المضارع المستمر. سمبل مودلز او الافعال الناقصه زي ما بيقولوا عليهم، والبرفكت مودلز اللي هي بتبقى مع هاف وبتبقى في اللي هما زي ماست وشود وماي ومايت. يلا تعالوا بقى اشوف معايا انا ازاي هستخدم الباسيف مع البريزنت سيمبل. يا باشا هما ثلاث خطوات. اوبجكت اوت، طلع المفعول به بره. هستخدم يا ام يا از يا ار حسب المفعول به، والبي بي خلصت. طب مثال معايا انجلش، الانجليزي، اللغه الانجليزيه. انجلش از تاوت ان سكولز. ايه تاوت دي يا ولية انتي؟ تاوت اللي هي تيتش، تاوت تاوت. البي بي من تيتش. الانجليزيه او اللغه الانجليزيه يتم تدريسها في المدارس. انجلش از تاوت ان سكولز، الانجليزي بيتم تدريسه في المدارس. اوكي. ورك از فينيشد باي، مثلا في المهندسين بيعملوا ايه؟ buildings are built by engineers. بس انا هنا بدل is حطيت are عشان انا قلت buildings جامعة. اخد بالي يا جماعة من ام و is و are. جميل. مثال كمان، مثال كمان. cars are fixed by mechanics. العربيات بتتصلح بواسطة الميكانيكيين. ميكانيكيين. yes. okay. very good. طيب جميل. انا كده شفت البريزنت سيمبل مع الباسيف. طب انا هعمل ازاي البريزنت كونتينيوس مع الباسيف؟ العربيه يتم تصليحها، الاكل يتم طبخه، الحمام يتم تنظيفه. زي العربي بالظبط زي الانجليش. بص معايا، اوبجكت بره، خلاص بقى احنا كبرنا. اوبجكت بره، ام واز وار زائد بينج زائد اي ان جي. مثالك فين؟ مثالي اهو يا باشا، تعالى. The exam is being answered. تعالى انا اهو. Now اهو now. The exam is being answered. الامتحان بيتحل اهو. The bathroom is being cleaned. الحمام بيتنظف. Food is being cooked. كل الكلام ده معايا؟ انا بتكلم في البريزنت كونتينيوس، ان في حاجه بيتم صنعها او عاملها معايا. جميل 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 جميل. طيب خلينا نشوف بقى السيمبل مودلز او مع الافعال الناقصه زي ويل وكان او كان نوت وماست وشود. زي ما هي اوبجكت اوت طبعا مع اللي انا هستخدمه فيهم، و دي زائد يا جماعه مش ده مش دي زائد زائد بي زائد البي بي. يعني ايه؟ يعني لو انا هستخدم ويل احط ويل هنا، لو هستخدم كانت احط كانت هنا، هستخدم ماست احط ماست هنا، هستخدم شود احط شود هنا. بص كده، cars will be fixed، العربيات هتتصلح. cars will be fixed in the garage، العربيات هتتصلح في الجراج. طب انا عايز اقول العربيات ما ينفعش تتصلح في الجراج. cars can't be fixed in the garage. شوفوا انا مثال واحد حطيت عليه كم كم معنى. cars must be fixed in the garage، العربيات اكيد بتتصلح في الجراج. cars should be fixed in the garage، العربيات يجب ان يتم تصليحها في الجراج. انا تمام يا جماعه، ما عنديش اي مشاكل. بصوا سهوله الجمله، اقسم بالله اللي انا حطيته هنا cars، flowers، bathrooms، houses، clothes، ايا كان المفعول به ايه، انا هحط الاربع مع بي والverb pp. الموضوع خلص، والله ما في اسهل من كده. اوكي بص معايا على بقى الperfect models. الperfect models دي معظمها بتبقى حاجات في الماضي، يعني اللي هو ايه،
انا مثلا بقول ان كان لازم يحصل كذا بس ما حصلتش. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. زي ما تعودنا object out have been زي ال pp. طب هما زي ايه دول ال perfect models دي؟ زي must, زي should, زي may, زي might. شفتوا الجملة اللي قبلها؟ هي الجملة دي هنحطها وهتلاقي معها المعنى بيتغير مع كل واحدة, بس الصيغة زي ما هي. الصيغة زي ما هي والله يا جماعة. اهو money 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 الفلوس. money must have been stolen. يا لهوي ده الفلوس اكيد اتسرقت. انا كل دوت ما غيرتش حاجة في الجملة غير must. وطبعا have been والبي بي معايا ما بيتغيرش. money must have been stolen معناها ايه؟ الفلوس دي اكيد اتسرقت. money should have been stolen الفلوس دي كانت عايز تتسرق, كان لازم تتسرق والله. زي نجيب سويرس كده, فلوسه دي لازم تتسرق يا جماعه. نجيب سويرس money must should have been stolen كان لازم تتسرق والله العظيم. طيب money may have been stolen ممكن يكون اتسرق. وطبعا might و may اخد بالي يا شباب ان هما الاثنين نفس المعنى احتمالية, لكن مايت احتماليتها اقل من ماي. يعني مايت 25%, ماي 50%. so money may have been stolen. انا مثلا جاية بحط الفيزا بتاعتي في بشتري حاجة بيقول لي ما ينفعش. money may have been stolen فلوسي ممكن تكون اتسرقت. money may have been stolen. طب اديني مثال تاني كده هقولك. يا سلام هقولك ايه المشكلة. هقول ايه؟ هقول مثلا work الشغل تمام. work must have been finished الشغل اكيد خلص. work should have been finished الشغل كان لازم يخلص. work may have been finished الشغل ممكن يكون خلص. الجمل والله يا جماعة اسهل مما يكون لو انا ظبطت الصيغة وكملت الباقي معايا كده. انا الجزء ده تمام, انت تمام؟